زميلنا العزيز وعضو اتحاد الكوره طبعا الكابتن سيف زاهر. مساء الخير يا فندم. كابتن حازم ازي حضرتك؟ ازيك يا نجم مصر؟ بحيي جمهورك ومنور الدنيا. قلت لك كذا مره جمهوري هو جمهورك ان الملاعب اليوم بس فتحي منور الدنيا. انت اللي منور دايما كابتن سيف. يوم كان جيد امبارح بالنسبه للكوره، يعني عوده كويسه، مدرب شكله كويس طبعا، مش يعني شكله، هو اكيد كويس. مباراه كانت جيده جدا بشكل كبير، يمكن بعض الحاجات التنظيميه في بعض التحفظات، ولكن يعني ممكن نتجاوز ان اول مباراه في وقت ضيق. شايف اليوم ده كان امبارح ازاي؟ انا شايف الحقيقه ان هي بدايه كويسه جدا لكوبر، مش بس ان احنا كسبنا 2-0، واضح ان الراجل عنده فكر بيحاول ان هو يطبقه، وواضح ان هو كابتن اسامه نبيه برضه عشان نتكلم كرويا بشكل قوي ان هو عنده رؤيه كويسه، لان هو برضه كان ليه دور كبير في يعني في معرفه الراجل عدد كبير من اللاعبين. الراجل امبارح عمل تشكيل برضه ادى مسج لامبارح للشعب المصري ان في منتخب هيقدر يقف على رجليه. شفنا امبارح طب صالح جمعه، شفنا حسين سيد، يعني شفنا مجموعه من اللعيبه الصغيرين، حجازي ان شاء الله، تريزيجيه، يعني مش عايز انسى حد، بس شباب صغير مع محمد صلاح، مع النني، هيبقى منتخب الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله ليه شكل وطموحات مختلفه. وواضح ان هو قدر يعني بشكل سريع يحط ايديه على عيوب الكره المصريه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان الامور تكون الفتره الجايه يعني افضل. ودايما الشعب المصري متعود ان البدايه بتبقى كويسه، بتبقى في نوع من التفاؤل يعني. فان شاء الله باذن الله نتمنى ان هو يكون خير اللي جاي. الدوري ان شاء الله، موضوع الاشتراط الامنيه دي انت متفائل بيه خير يا سيف؟ يعني ان شاء الله باذن الله انا يعني متفائل، وهيتكلم بالتفصيل الكابتن احمد مجاهد، هيخش دلوقتي ويتكلم عن الخطوات دي ان شاء الله باذن الله بالتفصيل. واحنا املين ان شاء الله نكون ضربه البدايه ان شاء الله يعني تكون قويه، ويبتدي الدوري ويكمل ان شاء الله باذن الله على السلامه ان شاء الله. كابتن مصر متشكرين سيف، شكرا جزيلا. كابتن سيف زاهر عضو اتحاد الكوره المصري. جمال العومية نادي الزمالك قالت بعض الحاجات، موافقه على الشطب من الثلاثه، ممدوح عباس ورؤوف جاسر وهاني شكري، اقامه مول تجاري الصحفيين اعتقد. جاله رفض بالثلاثه. ممكن الناس تفتكر ان الموضوع ده مش كويس لمجلس اداره او للاستاذ المستشار مرتضى منصور. طيب معايا كابتن سيف زاهر ستيل لسه على اونلاين، اتفضل كابتن سيف. كابتن حازم معلش انا بتكلم ليا تعليق صغير على، انا سمعت استاذ عمرو وهبي وهو بيتكلم، خليني الحقيقه بس التعليق صغير عليه. انا الحقيقه يعني متعجب جدا من ان هو راجل يخش يعني، او انا سمعت استاذ فتحي بيقول ما ان المواضيع دي نمره واحد ان هي تتناقش عبر الفضائيات، وانا الحقيقه مستغرب جدا. واعتقد احنا هيكون لنا بكره يعني وقفه كبيره جدا مع الشركه الراعيه في المساله دي او في النقطه دي. انا ما عنديش تفاصيل الموضوع قوي او الماتش اتاخد ازاي، ولكن الحاجات دي ما بتتناقش على الفضائيات، ولا الشركه الراعيه اخذت ايه، ولا الشركه الراعيه عليها ايه، ولا التزامات الشركه الراعيه. طب وضح لنا وضح لنا يا كابتن سيف يعني ايه الغضب من اللي هو قاله، يعني وضح لنا. لا انا سمعت الاستاذ عمرو وهبي بيقول ان هم الشركه الراعيه وقفت تدعم منتخب مصر. محدش بيدعم منتخب مصر، منتخب كبير، اتحاد الكوره اتحاد كبير، اللي بيتعامل مع اتحاد الكوره بيستفيد. الشركه الراعيه شركه محترمه جدا، الاستاذ محمد كامل راجل شخصيه محترمه جدا، ولكن محدش بيدعم منتخب مصر. منتخب مصر اكبر من عمرو وهبي ومحمد كامل واتحاد الكوره وسيفه، واكبر من اي حاجه. في النهايه هي علاقه استفاديه، يعني انت حضرتك بتستفيد وبتفيد. انت حضرتك داخل تخش تاخد اتحاد الكوره علشان حضرتك تستفيد. انت حضرتك الماتش ده عرض عليك. انا الحقيقه سمعت المداخله كلها، وسمعت استاذ فتحي وبيقول ان هو الحاجات دي ما بتتناقش على الفضائيات دي نمره واحد. شفت استاذ عمرو وهبي بيتكلم في القصه كلها وما ذكرش نقطه معينه ان هم اخذوا حقوق الماتش حصري على قناه النيل للرياضه. يعني الماتش من الطبيعي ان هو يكون كسبان، لان كان الماتش عليه عروض كتير جدا ان قنوات تشتري امبارح، ولكن استاذ محمد كامل رفض وذاع الماتش حصري وجاب عليه اعلانات. جاب كام؟ جاب بكام؟ خسر هو الراجل. اخذ ديل معين وتقبله وقبله باتفاق مع رئيس الاتحاد، يبقى المفروض ان الموضوع ده انتهى، والمفروض الموضوع ده يناقش مع رئيس اتحاد الكوره او داخل مبنى اتحاد الكوره وليس عبر الفضائيات. طب يعني دي بس انا كان توضيحي. ده 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 يعني ده بكره في اتحاد كوره او هتعملوا يعني جلسه للموضوع ده؟ هل الموضوع ده اثير وعندكم في الاتحاد كذا عضو متضايق من الموضوع ده، ولا انت شايف ان ده بصفه فرديه انت شايف الموضوع ما ينفعش يتناقش بالشكل ده؟ لا لا لا، ده بصفه جماعيه. انا كان معايا جماعيه دلوقتي حاج محمود والناس كلها. انت حضرتك عندك مشكله او عندك قصه، انا معلوماتي ان محمد كامل عرض عليه الماتش، والراجل اخذ الماتش مقابل ديل ان هو هياخد تذاكر مقابل ان هو ياخد الماتش حصري. وهو بالفعل امبارح اخذ حقوق الماتش كلها ووزعها حصري. الديل ده او الاتفاق ده دي بنود،
ليه بنود، الاتحاد عليه حاجات، المنتخب عليه حاجات، والشركه الراعيه عليها حاجات. الشركه الراعيه كسبت خسرت، ده احنا موضوع مش بتاعنا. ولكن حضرتك الجمله اللي انا الحقيقه قالها استاذ عمرو وما يجب من مسؤول ان هو يطلع يقولها، ان احنا بندعم منتخب مصر او بنقف او بنساعد، محدش بيساعد منتخب مصر، محدش يساعد اتحاد الكوره. اتحاد الكوره منتخب مصر اكبر بكتير من اي شركه، اكبر بكتير من اي حد ان هو يقف يدعمهم. هو ممكن يكون بيتكلم من وجهه نظر يعني ان هو بيساعد، او يعني كلنا لازم نساعد منتخب مصر، بياخدها من الناحيه دي شويه، وهو يعني مش يقصد يا مساعده بشكل متقلب مساعده. الله يعني هو ما بيمنش على الاتحاد يعني. الراجل اتكلم هو حضرتك ان احنا نساعد منتخب مصر، ده دور كل مصري وكل مواطن مصري. اكيد اكيد. ولكن حضرتك ان احنا نقول ان احنا دفعنا تذاكر او دخلنا او مولنا علشان نقف او نساعد، فده حضرتك لا يجوز. ان احنا حضرتك نقف نقولنا موقفنا مع اتحاد الكوره لا تحصى ولا تعد، لا، الكلام ده حضرتك مش مظبوط. اتحاد الكوره اتحاد كبير جدا، منتخب مصر اسم كبير جدا، اي شركه تتمنى وتتمنى ان هي تاخد، يعلم كده استاذ عمرو وهبي كويس جدا، يعلم كده استاذ محمد كامل كويس جدا. فحضرتك الكلام على الفضائيات لازم يبقى مختلف وبطريقه ثانيه. انا حضرتك لا يجوز ان انا اطلع اشرح بنود تعاقد او اشرح بنود ديل او اقول جزء واسيب جزء، مع العلم ان مفيش اصلا خلاف. يعني انا مش فاهم الحقيقه استاذ عمرو، طالع بيتكلم ايه الخلاف؟ ايه الاعتراض؟ لا هو كان بيكون كنا احنا نساله على المشكله اللي حصلت وال20000 ومدى يعني الشركه الراعيه وتاثيرها على الموضوع ده، كان هي السبب ولا لا مشكله مشكله ماتش اللي فات يعني. فكان بيوضح ان هو انا يعني مش مشكلتي، انا مش انا اللي جايب التنظيم، ومش انا مطلوب مني الاتحاد بيقول لي اديني فلوس بديله الفلوس. ده كانت يعني بيوضح بس الموضوع. بس على فكره يا كابتن سيف، يعني هو الامانه لربنا يعني، هو الاستاذ عمرو رهبه برده ما كانش داخل او ما حسيتش من كلامه ان هو بيهين اتحاد الكوره او بيقلل من شان منتخب مصر. يمكن هو طريقه العرض او انت يعني الحديث تطرق. بس صلي على النبي يا سيف، ان هو مشفق متنرفز كده. ايه ده شويه كده مستهدى بالله. لا يا استاذ، انا فاهم، انا سمعت حضرتك المداخله كويس، فاهم كلام حضرتك كويس. انا حضرتك بتكلم في جزئيه بسيطه، استخدم جزئيه ثانيه خالص، وهي انت حضرتك النهارده طالع عبر فضائيه في جمل لا حضرتك يجوز ان حضرتك تقولها. انا حضرتك ما فيش حد في مصر بيطلع حضرتك يقول ان انا بدعم منتخب مصر وانا بساعد منتخب مصر. لا، انا حضرتك انا كسيف او انا كمجلس اداره اتحاد الكوره او كمسؤول، منتخب مصر اكبر بكثير جدا من كده، اتحاد الكوره اكبر بكثير جدا من كده. أكيد. انا حضرتك هي دي، هو ده تعقيبي على الكلام. حضرتك النهارده ما بيقول اتفاق او ديل معين، لا، هو حضرتك الديل ده ما كانش دعم للمنتخب، ده كان حضرتك بيع حقوق مقابل ان حضرتك اخذت الماتش حصري. في حضرتك خلاف او في اي خلاف في بنود العقد او في مشكله، حضرتك تيجي اتحاد الكوره تقعد مع رئيس الاتحاد، زي ما حضرتك قعدت مع رئيس الاتحاد وخلصت الدين، يبقى حضرتك بتيجي تقعد مع رئيس الاتحاد وحضرتك بتكمل الدين. ده حضرتك اللي انا افهمه في التعاقدات. تمام تمام. طب خلاص. بس يا كابتن سيف شكرا جزيلا. طب خلاص. هو واضح ان هو غضبان. بس سيف زعلان. بس عمره مش قصده يعني، يعني ما كانش يعني في حاجات اكيد جوه احنا يعني ايه، هم فاهمين الكلام. الله اعلم. هم عايزين يعني طيب.